ايه انت هتبص لي في المرتين اياك يا بنت عيش افهم يا بنت لسه بقول عليك عاجل يا بنت اسمعي انا ماليش بركه الا انت يا عيشه تاخدي دول تعمل اللي قلت لك عليه انا مش عايز مشاكل بينها وبين امي انت عارفه انا بعز امي قد ايه تاخدي دول امسكي وانا لما انزل سهاج هجيب لك عبايتين بطرحهم ها لا ثلاثه وعايزة عسلية وجلاب جلاب ايه انت عيلة صغيرة يا هم اتنين هم عبايتين بس افهم يا بنت هم عبايتين بس لو عملت اللي بقول لك عليه هجيب لك اللي نفسك فيه فهمت ولا يا بنت فهمت مفيش تاني وقفة ليه هش هش تاني هش هش يا بنت هش
ازيك يا سرايا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا محمد، الحمد لله على سلامتك. بس قولي انت جاي بدري ليه المرة دي؟ لسه باجي على اجازتك 9 ايام. حسباهم باليوم يا سرايا؟ انا اللي طلبت الاجازة، في ظروفك ده نزلتني. ظروف ايه يا محمد؟ ان شاء الله تكون خير. خير ان شاء الله، ما تشغليش بالك انت بالموضوع ده. قوليلي انت على طول مربوطة كده في الشباك؟ اخسى عليك يا محمد، مش قلبي هو اللي رابطني في الشباك ومشعلج عيني على المحطة بتستناك؟ طب مش انا قبل ما ابوك يشوفني ويشدني من وداني ويربطني في الشباك زي البقرة. سلام عليكم. ايه اخباركم؟ ايه كله ماشي؟ مخاوي داخلين على موسم، عاوز الشغل ليل نهار، ما بيقبض ليش عين. جدع مخاوي وتفتح عينك، انا حاسس ان الدنيا كلها ما شايفاش غير المصنع دي. دول كلمتين وعدوا زي زعبيبه مشير. راح الدلوه كل ما تعدي عليا ليله ولا نقل الطميه بتشاهد بقيت عامل زي الحرامي. مخاوي انا ما بعدش وراك يا مخاوي. اتعد بعد العمر ده كله يا سيمواس؟ اعمل لي قهوة. حاضر. ايوه مين؟ مين انت اللي مين؟ انا مين ايه؟ انت اللي مين؟ با مين معاك ايه؟ وانا اعرف منين مين اللي معاك انت؟ انت مين؟ ايه يا حاج اهلا 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 حاج محمود. ايوه انا المعلم بواس. اهلا اهلا يا حاج عمر. ايه كام؟ 10,000. ايوه 10,000 اخر السبوع ده. ما انت عارف ده موسم يا حاج. حاضر حاضر يا حاج تؤمر. مع السلامة. سلامة الله. مع السلامة. مع السلامة. اقفل اقفل انت اقفل انت اقفل. مع السلامة. اقفل. مع السلامة. خوي خوي. ايوه اقول لك ايه، حاج محمود عبد قادر على اخر الاسبوع ده عايز 10,000 طوبة، فهمت؟ ايوه بس ما اعرفش انا، ما اعرفش انا احنا وبس وما بس انا ما اعرفش. حضرها فهمت ولا يا غبي؟ فهمت غبي. غور امشي. قهوه فين؟ غور. سهل يا محمود، سهل يا بك. تعال تعال شيل المنظر ده وعلق الصورة دي. اعدلها، شيل الصور دول كلهم. الراديو ده تخفيه في ضيقني. ايوه كده نغيره شوي، هما هيفضل في وشنا على طول كده. عيشه بنتي عيشه. ايه ده يا ترشد؟ ان شاء الله.
بنت العيشة، شيل الصور دول وحطيهم في المخزن. في المخزن؟ هو ايه ده يا اختي اللي هيتحط في المخزن؟ ثم مين امرك اساسا تشيل الحاجات دي من هنا وتحطيها هنا؟ الست حبيبة امرت؟ امرت؟ لا ما امرتش. ليه يا عيشة؟ هو انا مش ست البيت ولا ايه؟ يا مرارة طافح. لا لا يا اختي، مش انت ست البيت، ست حبيبة هي اللي ست البيت دي وهتفضل كده لاخر يوم في عمرها. لا اسمعي يا عاد، انا مرت مواس، مرت الكبير، مرت راجل البيت، يبقى انا هنا ست البيت. خد الصور دول ووديهم المخزن زي ما امرتك. امشي يا بت. انت بتأمري مين؟ بتأمري مين انت اساسا؟ هو انا خدمتك ولا خدمت اللي خلفوكي؟ واه يترد عليه. اطلعي يا ست حبيبه، دي كدابه، دي هي اللي ضربتني الاول. قلت لك اطلعي فوق، لما جوزك يجي ليا كلام تاني. هو ليه ما حدش عاوز يسمعني؟ عشان انا وحدانيه وغلبانه. حتى انت عليا يا ست حبيبه، كلكم علي. دي هي العيشه المجان دي، لا دي دي مش عيشه. مين ابتدى الاول؟ مين؟ مرفت اللي ضربت الاول يا ست، هي اللي ابتدى. اول مره حد يضربني يما، صعبان عليا نفسي قوي. عمري ما اتضرب، ما انت عارفة، امي وابويا عمرهم ما ضربوني ولا انت. حاسة بحاجة قوية قوي جاية ناحية بيتنا، حاسة بزلزال داخل وبيكسر أعمدة البيت. حاسة بحاجات كتيرة قوي قوي قوي، ومش عارفة ايه هي. الو عم ابراهيم، انا مرفت، اديني المصنع.
في ايه يا مواس؟ في ايه؟ مرفة كلمتني وهي بتبكي بتبكي، انا سبت شغلي في المصنع وجيت عشان هي بتبكي. ليه بتعملوا معاها كده؟ ليه؟ دي رقيقة ورهيفة وما تعرفش هتبصوا لي كده ليه؟ غربان قاعدة؟ ايه الغربان ده اللي انت جايباها مع السرير يا مواس؟ ايه بتعملي معاها كده ليه؟ يا مرار الطفح يا مواس، يعني ما شفتش اللي حصل بره؟ الصور مرمية والعفش منقول من هنا ومحطوط هنا، واجي اكلمها تقول لي انا ست البيت. ست البيت ازاي وست حبيبه عايشه على وش الدنيا؟ يا ام واس يا ام واس، داي رهيفه ورقيقه مش واخده على الكلام ده. داي كانت عايشه متنعمه ومترفهه في بيت اهلها، مش واخده على الكلام بتاعكوا ده. اتكلمي وهو بتبكي بتبكي، حرام عليكي. ودي مش مرتك يا باين؟ باين اخص عليك يا ولدي، اخص عليك من دل رايفة ومش واخدة على الحاجات دي، ومن عيلة ومن أصلي. من دي قولي أصلها بفصلها مين؟ أنا ما أتكلمش في الكلام ده. بقولك ايه، انا طالع المرفت فوق امسح دمعتها، حرام عليكم غربان. الواد التاول، ما تبكيش يا بنتي ما تبكيش، فرجو جاي. اخص عليك يا مواس، عامل لي طرزان وهو طالع. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم من هنا، قوم وضبوا الصالونات وعدوها زي ما كانت. يلا حاضر يا ام. خليك ارتاحي، انا هعمل كل حاجه. لا انا جايه معاك، قومي. مش عايزه اخنقك كلمه. حاضر يا ام، حاضر. بس الواد طيرت له مخه، رهيفة وقداتي كده يا مواس، كده يا ولدي. في ايه بس يا مرفت؟ مالك يا بنت؟ ما عرفاش احترت ارض امك كيف وعيشه كيف. اجي اطبخ يمنعوني، اجي اشتغل يقولوا لي لا، اجي اوضب البيت مش عاجبهم. حطيت صوابع العشرة في الشق من أمك ومن عيشك. صبري نفد، صبري نفد يا مواس، صبري نفد. يا بنت وانت عايزة تشتغلي ليه يعني؟ أنا اديت عيشة فلوس عشان الخدمين اللي تحت يخدموكي ويبقوا تحت رجليكي. وبعدين مالك انت ومال الصور والعفش؟ ما تسيب الصور والعفش متلقحين مكان ما هم يعني. خلاص يدك واكلاكي جوا على الشغل يا بنت. اكده؟ طب انا ما قاعداش هنا ولا ثانية واحدة، انا هروح دلوك عند امي يا مواس. اعقل يا مرفت، اعقل. ايه بلاش فضايح قدام اهل البيت. لا دي مش فضايح يا مواس، ده حقي. مش عارفة عيش جوا البيت ده، يبقى جوزي يشوف لي مطرح ثاني ارتاح فيه. مواس عشان خاطري شوف لي بالتاني في سوهاج. انت تبلتي، انت تبلتي. عايزين اسيب البيت واروح اقعد بعيد بعيد عن امي، بندر ولا سوهاج ولا في اي حتة تانية يعني؟ ما اقدرش يا مرفت، ما اقدرش. فيش حد جنب امي الا انا، ومصطفى بيتعلم هناك. ملياش صالح، عايزة بيت لوحدي يعني بيت لوحدي. اعقل يا مرفت، اعقل يا مرفت. انا بقول ان مرفت عقلها كبير ويوزن بلد، ما تجيش على الحاجات التافهه دي وتصدر مخك وعندك عيب. اعقلي. دول ضربوني وبهدلوني واهل البيت كلهم اتفرجوا علي، اللي ما حدش حش عني يا مواس، شمتانين في ايام. يوه يا مرفت ما تكبريش الموضوع، الحكايه بسيطه يا مرفت. يعني مش مصدق؟ طب بص هنا وبص هنا وانا بيضه، يعني الضرب بيعلم.
اتعلم فيها قوي. لا لا يا مواس، انا استحيل اعيش في البيت ده. المره دي ضربوني وبهدلوني، المره الجايه هيعملوا ايه؟ هيبصوا شعري يا. معلش معلش يا مرفت، المسامح كريم، كلها يوم ولا اثنين والحكايه تبرد. يلا قومي حضري لي لقمه من هديك الحلوه دي، انا زهقت من واكل عيش. يلا. ما عملاش. زعلانه لسه يعني؟ بعد يدك عني. خلاص يا ملبن يا ملبن، خلاص قلت لك بعد يدك عني. ما تحطش يدك علي واصل يا مواس، الا لما تجيب لي بيت وعفش. يا بنت الناس عقلي، هو في احسن من البيت ده؟ بيت العيله يا بنت، بيت المرحوم عبد القادر ابوي. اعقل يا مرفت اعقلي. انا ماشيه يعني ماشيه، لا يهمني امك ولا ابوك، خلي البيت ده ينفعك. خليك قاعد جنب امك يا مواس. اهمد يا بنت اهمد، خلاص خلاص. قام راح مشوار وراجع تاني، عايز ارجع لقيش الكلام ده تاني. اعقلي اعقلي يا مرفت. السلام عليكم. قاعدة تعمل ايه هنا؟ ها؟ انت جاي قاعدة تعمل ايه هنا؟ اطلع فوق اطلع فوق يا بنت، اطلع يا اوضتك يلا اطلعي. بقول لك ايه يا عيشة، انا عايزه اتكلم مع الست حبيبه. ليه يا سلمى؟ في ايه؟ يعني انت مش شايفه يا اختي اللي بيحصل جوا البيت؟ كلهم بقوا زعلانين من بعض ومبوظين في وش بعض. يا اختي لا زعلانين ولا حاجه، وخصوصا الناس اللي فوق. هي ست حبيبه اللي زعلانه قوي، واخده على خاطرها، عندها حق. دي حبت عيني تعبانه قوي. هي مرفت، مرفت دي قص البلاوي. ايوه والله، مش هي اللي خدت جوزي وهي عارفه انه متجوز؟ ده يا اختي من يوم ما اتجوزها وما بيعتبش عندي. حلال ده ولا حرام؟ الا لما افكر يخبط على باب اوضتي ويقول لي عايزه شيء يا سلمى. انت اللي خايبه، قلت لك البسي وتزوجي. خايبه؟ بقول لك ايه يا عيشه، لا دلع يا اختي ولا زواجه، ان ما جاش من نفسه يبقى بالسلامه. ايوه حتى انا كده مرتاح، وذنبي في رقبته. ربنا يهدي النفوس. يلا يلا قومي. خالة حبيب، كنا عايزين انا وعيشة نتكلم معاكي في موضوعك ده. مش عايزة اسمع كلام. بس اسمعي. مش حاسمع، كفاية همك اللي انت فيه. انا راضية يا خالة، بس انت اسمعي. لا اله الا الله، اتفضل يا بنتي. انا اللي هموت واتكلم يا امي. عايزة تقولي ايه يا عيش؟ عاجبك الحال ده؟ معقول؟ يجي اليوم على الست حبيبة وتزعل فيه من مواس؟ تخلي كل اللي في البيت يزعل منه؟ ده انت خليتي كل واحد يقعد في ركن وياكل لوحده. لا ياما لا، ده انت نور البيت، ده انت اللي مضلل علينا، انت الحضن الكبير اللي بيلمنا. لا ياما، عمرك ما عودتنا على الخصام ابدا. ده انت لولاكي ما كنت قعدت في البيت ده ولا ثانية واحدة.
أنا اللي انضربت وأنا مسامحة. خلصتوا؟ العيب مش فيك أنت يا عيشة، العيب على الست مرت مواس، زودتها قوي. معلش يا خال، نتحمل عشان خاطر مواس وعشان خاطر العيل. عيل عيل ايه يا حبايبي؟ فين العيل ده؟ 7-8 شهور وهي ما فيش عيال. دي خدت مواس تحت بطها، لا وكمان عايزاني انا تاخدني تحت بطها، لكن لا دي بتحلم بتحلم. اسمعوا، الست اللي ما تحترمش البيت ده ملهاش عوز عندي، والبيت دي بالذات بالنسبه لي انا انتهت خلاص. في حاجه تانيه؟ اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. خلفة؟ فين؟ فين الخلفة دي يا سمواس؟ الله اللي هنا. خير يا حبيبي؟ في ايه تاني؟ اتعشيت؟ اتعشيت؟ تعرف الساعة كام دلوقتي؟ والله ما انا دارية بالوقت بالمرة. طب قولي لي، في ايه؟ في ايه يا عيشة؟ في ايه يا سلمى؟ حول ولا قوة إلا بالله. اتكلم يا حبيب، أنا خلق هيضيق. أنا لما جيت أجوز مواس ولدي مش شرط عليك؟ وقلت لي مسنا وثلاثة ورباع ووافقت وجوزته. النهاردة زادت قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه اللي حصل؟ حصل حاجات كتير من يوم ما عتبت البيت لحد النهاردة، وآخرها النهاردة وأنا كنت برا. إيه حصل؟ إيه؟ شقلبت الدنيا، شالت الصور، صوري وصور جوزي الله يرحمه وصورتك وصورة مصطفى، وشقلبت البيت كله، نقلت ده هنا وده هنا وده هنا، وبعدين اتطولت على عيشة وضربت، وبعدين كمان وقفت وبعل وصوتها قالت انا ست البيت. ايه قولك بقى؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قوية ولا يكسر عينها لا كبير ولا صغير، وانا ببلع لها واقول معلش بكرة تهدى لما تخلف. عندك حق، البنت لما بتخلف بتعجل، بيبقى في رقبتها مسؤولية. ولما تيجي من البندر ورصها عريانة، طرحة في ناحية وشعرها في ناحية، والطبل والزمر والرقص اللي شغالين لغاية وش الفجر، تقول ايه؟ يا مؤمن دي ما طبختش طبخة واحدة من أول ما جات البيت هنا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مدعوق الطبيخ، ما تقولولها تستر روحها،
تبطل المسخره اللي بتعملها في البيت. نقول لمي دي حاطه مناخيرها في السما، دي عامله روحها السفيره عزيزه. وسيمة واس فين؟ ما بيرضهاش ليه؟ هو مش ديك كبير البيت؟ مواز دماغه سرحه والبت تاولاه وحطها تحت بطها كانها عامله له عمل. اخرس يا بت، ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ دي تخريف، كلمه زي دي ممكن تدخلك جهنم والعياذ بالله. لا اله الا الله. طب بقول لك ايه يا حبيبي، ما تاخديها بالهداوه، فهميها غلطها، خليها تستر روحها، فهميها قيمه الحجاب، اصبري عليها وعلميها. اصبر اصبر عليها لحد ما تطردني من بيتي. لا يا حبيبه ما تقوليش كده، انت قيمتك محفوظه. وما وصفين قدام خالي يا امي، انا هجيبها دي الوقت اتحب على رجليكي، وعيسى كمان هجيب لها حقها اللي هي عاوزاه. اها صح يا خال. والله حصل ده ما يتكررش مره ثانيه يا مواس. لا لا ما يتكررش يا خال. ام مواس انصحيها فيها المره دي عشان خاطري، عشان خاطر ولدك مواس. امسح ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ من ساعه ما طبت عندنا هنا في البيت وانت عارف حصل لنا ايه. عارف عارف يا ام مواس، لكن اقول لك على حاجه، لو شكوى تانيه منها، لو فتحت خشمها بحرف يمين طلاق بالثلاثة لكون رمي عليها قدامك يا مواس. بس المرة دي يا مواس هيقولوا ايه؟ الناس هتقول ايه؟ يقولوا اتجوزوا واتطلقوا عشان احب على يدك يا مواس، احب على يدك. خلاص يا حبيبة سماح المرة دي. عيشة تترضى قبلي. اها عارف ان قلبك كبير يا مواس، عارف. مواس ما عندوش اغلى منك. مش كده يا مواس؟ اها اها. وبعدين ده ولدك الكبير، يعني نور عينك ونبض قلبك. حبيبه ادخل صلي العشاء. عندك حق. وبعدين يا مواس امك عيب، ما تخليش مرتك تعمل معاك كده. حاضر يا خال حاضر. ربنا يهديك يا ولدي، تصبح على خير. انت من اهله يا خال. شرفت يا خال، نورت نورت يا خال. هجيب لك حقك يا عائشه. انا مش عايزه حقوق، المهم تحسن كلامها مع الست حبيب. واه جرى ايه يا مواس؟ هي العين هتقل على الحاجب؟ حاضر حاضر، العين ما تعلاش على الحاجب. حاضر. والنبي مرفت غلبانه وعايزه تعيش. بقول لك ايه يا عائشه، انا مش اديتك فلوس عشان تشتغلي شغلها؟ ها؟ ايوه اديتني فلوس، بس برضك تراضي الست حبيبة. كله هيتساوى كله هيتساوى. مرفت مرفت مرفت، انت من؟ ما لقيهاش، لا قدام البيت ولا وراه.
واني دورت ناحيه المطبخ ما لقيتهاش، واني دورت في الملحق والمخزن ما لقيتهاش. مش موجوده. استأذنت كبير ولا أم الكبير، يبقى ما تفرقش بقى. المهم دلوقتي فضحتنا، فضحت البيت ده بجلاجل بعد كده. انت طيب قوي يا ولدي، قوي. الظاهر ان دلعك ليها كان زايد حبتين. بص اما اقول لك يا مواس، أول ما يدك اتحطت في جيبتك علشان تدي عيشة فلوس علشان تخدم بدلها وتستتها وتحننها وتقعدها من غير شغل، يبقى عليك العوض. عارفة يا ولدي، عارفك إنك أنت مستني منها الوقت، وأنا كمان مستنية منها الوقت. أمال إيه؟ نعم مستني الوقت قوي. احنا ظلمنا سلمى يا ولدي، وانت بالذات ظلمت سلمى. قولك ايه دلوقك في الست اللي طفشت؟ تقعدش في البيت ساعة على ذمتي. اوعى تتسرع، احنا مش ناقصين. في ايه اتجوزت وفي ايه طلقت؟ اوعى. ودلوك ملهاش راجع البيت ده تاني. مواس ربنا يرزقك يا سلمى. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. خلاص يما، كلها ساعة وهنرتاح كلنا. والله يا بنتي ما كنت عايزة الحكاية دي تحصل أبدا. دي تاني واحدة، تاني جوازة، لا دي خلفت ولا دي خلفت. الناس هتقول إيه؟ فاكرة لما كان يقول لي يما دي بتاعت خلفة؟ هو كانش عرف، وفي علم الغيب. ستي جاية وستي رايحة، وستي جاية وستي جاية. لا دي جابت العيل ولا دي جابت التيل. ايوه يما صح، ميرفت دي مش بتاعت خلفه، دي عايزه تتجلع. تتجلع يما، لا محترمه البيت اللي هي عايشه فيه ولا صاينه النعم اللي ربنا اديها لها. عايزه تعمل لي فيها سمباتيك. حلوه سمباتيك دي. ما انت يما اللي جاي لها. لا ما عارف يقول ايه. انا غلطت ان انا رحت لها وخطبتها. انا ما عنديش طلاق، طلاق دي تبقى كارثه، كل البلد تتكلم دي اتطلقت ليه ودي ما خلفتش ليه، ويبتدي بقى الحديد والنسوين تحط على الكلمه 10 ويطلع ابني هو ايه اللي ما بيخلفش. بعد الشر يما، مواز ده فله فله. هي اللي خربت على نفسها غلطانه. في واحده تسبت جوزها في انصاص الليالي، دي قويه قوي. ايه ده؟ عارفه يما، ميرفت دي عايزه تربيه من نوع تاني. ايه يا اختي بقى اللي من نوع تاني؟ مواز.
أطيب قلب في الدنيا، خصوصا لما يشوف بنت حلوة زي البنت دي، يريل ينسى الدنيا وقلبه بقى يفوت كده تررم تررم تررم. أول المواسة حبيبي يا ولدي. فين مرفت يا خالة؟ قفل الأوضة عليها وعمالة تبكي. مش كان واجب تستأذن أهل البيت اللي هي فيه؟ معلش يا أخوي، ادخل رضيها بكلمتين حلوين. رضيها؟ مرفت أنت بنت؟